طلبوا بحالة صراح، ولكن ترفضت لهم حالة صراح ديك الساعات باش ما يبقاوش يخرجوا في اللايفات ويكذبوا ويقولوا راه طلبنا بحالة صراح ولكن مازال عاد غادي يردوا علينا، ولا لا تمتم رئيس المحكمة تمتم كيرفض حالة صراح. دابا هادي ملي بداو الجلسات وهما كيطلبوا الحالة صراح، الأم الرضيع كترفض لهم تمتم ما كتقبلش. واليوم اخوتي غادي نجي نعاود لكم ونقول لكم شنو وقع في الجلسة وشنو اللي شفت. شفت الفيديوهات، واخيرا واخيرا تلاقيت مع حفصة اليوم وشفت الفيديوهات ديال المجرمين. دابا انا من اللي شفت بعيني غادي نسميهم مجرمين، وحتى شي واحد اخوتي من انا تنطلب من طرفهم هما المتابعين، من طرفهم هما ما تبقاوش تدخلوا وتكتبوا شي تعليق اللي نتوما جايين مع داك الطرف. ايه من حقكم، ولكن راه نتوما لوكو كان اخوتي تشوفوا داك لا فيديو، تشوفوا داك الفيديوهات، اقسم بالله العلي العظيم والعواشر هذه، لوكو كان تشوفوا داك الفيديوهات نتوما قسما بالله ما تعاودوا تفرجوا في دوك اللايفات وتنسحبوا نتوما، تنسحبوا مع دوك الناس. لان داكشي اللي شفت انا هاد النهار صدمني، الفيديوهات اللي شفت صدموني. يعني دوك الناس كلشي تيقولوا حقيقي كلشي، ودوك الناس ما ظالمينش هاد الناس حتى بقد هكا، ناس صراحة الله ناس قاريين، ناس واعيين، ناس مؤدبين، ما تيقولوش شي كلام بالعيب. واليوم اخوتي خواتاتي غادي نقول لكم شنو وقع في الجلسه وتاخير ديال الجلسه، لان طلقت لكم اللايف اخوتي. هذا ما كان اخوتي، خليكم معايا بعدا تنقول لكم تبارك الله عليكم. كنقول لكم شكرا يا اغلى متتبعين، شكرا الناس اللي دخلوا عندي جداد، شكرا الناس القدام كذلك. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وتحيه لكم كبيره داخل الوطن خارج الارض الوطن، جميع احياء بقاع العالم فين ما كانوا اخوتي، الجزائر، تونس، مصر، العراق، الجاليه اللي في على برا. يعني انا كنرحب بكم جميعا، كنقول لكم مخلصه مرحبا بكم وتحيه لكم. وغادي اليوم غادي نشرح لكم داكشي، واو سمحوا لي اخوتي التليفون كان غادي يطيح لي، سمحوا لي. كيف ما قلت لكم اليوم غادي نشرح لكم كل شيء اللي وقع والجلسه فين بقات وشنو وقع حتى دابا، وشنو وشكون اللي ما باغيش يتصالح، شكون هو اللي ما باغيش يتصالح. اليوم عرفنا اختي، سمحوا لي على التليفون بغايا كيبغي يطيح. عرفنا شكون اللي ما كانش باغي يتصالح، وشكون هو اللي ما باغيش الصلح، وشكون هو اللي عنده الغراض بهاد الشهادة وداير هالسبة وباغي هاد الموضوع يبقى يخدم به، وباغي يدخل به السوبر شات، وباغي الناس تبقى تعاطف معاه وتصيفط اللي كيصيفط في الواتساب اللي كي. المهم على اخركم عارفين كل شيء. اليوم اخوتي كيف ما قلت لكم الجلسه تاخرات، غادي نبدا لكم بهذا الموضوع، اخرات 26 في هذا الشهر جوج، 26 في الشهر، بخصوص الرئيس ما حضرش لا الجلسه الاخرى ولا الجلسه هذه لا المقبله ولا هذه، ما حضرش للظروف. حنا ما يمكنناش نقولوا ما عرفش علاش، ولا نخرجوا بحال شي وحدين نقولوا الرئيس راه مريض، لا حنا داكشي القاده المخزن ما غاديش يعرف علاش غاب ولا علاش ما حضرش، ولا حيت ما يمكنلوش رئيس باش يبقى يعيط لفلانه خلاها عثمان راني مريض ما غنحضرش في الجلسه. هذا الشيء كان نحيدو انا، وهذه خطوط حمراء حيت القاده ولا المخزن ولا خطوط حمراء، ما يمكنش بنادم غتعلمي عليه ولا هو غادي يقول لك شنو كاين، هذه ما كايناش. والحمد لله المغاربه كيفهموا عارفين متى ياكلوا خبيز ما تياكلوش تبل، باش غادي يعرفوا ما قادي غادي يعيط يقول انا مريض ما حضرش الجلسه، هذه كنحيدها انا
بتاتا ما كايناش. على اي اخوتي الجلسات اخرت 26 في الشهر بحكم كيف ما قلت لكم الرئيس ما حضرش. طلبوا بحاله صراح كيف ما قلت لكم اخوتي. سمحوا لي بعدا راكم بادية معكم لا فيديو كنسجلو وجا الاخ ديالي قطعت لا فيديو ما كملش. كيف ما قلت لكم اخوتي حاله صراح ترفضت ما تقبلت ليهمش تما ديك الساعه ترفضها سيد رئيس المحكمه. وبخصوص اخوتي الصلح راه الطرف الاخر اللي ما باغيش يتصالح ماشي فاتحه. هادشي سمعناه من فم حفصه ومن فم الناس اللي جايين من تطوان. راه الطرف الاخر اللي ما باغيش يتصالح ولقاها السبه وفعلا ما باغيش اخوتي يتصالح. راه ما كاينش زعما انسان باش يخرج ويبقى يكذب ويبكي ويدخل مداخلات. ومنين عرفوا قضيه شوفوا دابا هما كيف دائما تنقول لكم في الفيديوهات خرجت ودارت واحد المداخله وتتبكي وتغوت وقالت على اساس هي كانت عواله على التنازل غادي يجي اليوم. بالله عليكم اخوتي دخلوها في راسكم واش هاد الناس غادي يجيو يديروا يديروا لها التنازل ويجيبوا لها وهي جالسه خدامه كتسارى طالقه لايفات. ما شفناش حنا شي مجهود. لو كان بغيتي التنازل كو كان شديتي كار شديتي 207 شدي طنوبيل راه عندك وطنوبيل ديال الصحافي وعمريهم وسيري انتي ودي خوك وسيروا نتوما اللي معنيين نتوما اللي خصكم تمشيو عند الناس اللي مضرين منكم ماشي هما يجيو لعندكم يديروا لكم التنازل ويجيبوا لكم. نتوما خصكم تمشيو عند الناس وترغبي وتطلبي وتبوسي الرجلين الا كانت بقات فيك بنتك وبغيتي تخرجيها تبوسي الرجلين لاختك لان اختك العاهه المستديمه وثابته عليكم كل التبت بالخبره وثابت عليكم داك الشيء. الفيديوهات ديال المجرمين ديال بناتك والمجرمين ديال نسابك اليوم شتهم تصدمت اليوم شتهم تصدمت. نعت الله وعليكم نعت الله وعليكم يا القوم الظالمين. واش هكا الناس يديروا هكا نتوما ديروا الناس هكا؟ اش غادي نقول لكم راه القوم الظالم ما عمره ما كيتنصر باش عرفي وشوفي ولاحظي راسك ما كيتنصرش القوم اللي تيكون ظالم عمره ما كيتنصر. الله سبحانه وتعالى ديما مطيحو. نتوما يا قوم الظالمين هذاك الشيء كله دايرينه ومازال كتخرجي بوجهك حمار وكتهضري انا بالله اخوتي من شفت داك الفيديوهات اقسم لكم بالله العلي العظيم يا شفتو داك الفيديوهات اخوتي يا بالله عليا انا تندوي مع المتتبعين ديولا يا عندها لا بقيتو ومعها لا بقيتو معها لا تعاطفتو اويلي استغفرت الله. الزراوط والحجر وهادي دابا اللي في الحبس كتطلق واحد الهضره ليا ولا المصور واحد الهضور امي زهره في شعرها عريان وتدفع الباب وهما تعرفوا المصور مجرد وكيهرس العصا قداك دخلا والخرى بالحجر. وعفتو راه ما نقدرش نقول لكم داك الكلام اللي كانت تقول يا خرجوا يا دايرين يا فاعلين. راه اقسم بالله العظيم الى عندهم واحد الغرقه شماليه هذا دليل تاب. واش دابا باش نهضروا شوف بنادم على التفكير عنده كي داير كيخرجوا وكيعبروا الناس بان ما كاين حتى حاجه ويا عندهم اقسم بالله الى عندهم مشكله غارقه حتى ما بقى لا فين تزيد غرقت حتى ما بقى لا فين تزيد كاملين جنايات واش بالله عليكم من رئيس المحكمه ملي غادي يشوف داك تقبيزه فوق السطح كلهم فوق السطح كيهرسوا كيشوف الزراوط والبيبان كيتهرسوا. واش بالله عليكم واش حنا فين حنا واش حنا في غابه واش حنا فين حنا راه حنا في دوله الحق والقانون والحمد لله عندنا قانون تينصفنا وتيحمينا الا ما حماناش
من هاد بحال هاد الانواع اللي دايري هاد الكارثه شنو اذا غيبقى شي كياكل شي راه خوتي كوارث عاد كتزيد تهضر وعاد كتزيد تحل الفم سيري سيري اش غادي نقول لك ما لقيت ما غادي نقول لك العواشر هادي الا نقول لك سيري الله يهديك الله يهديك على داكشي الله يهديك داكشي اللي شفت انا فيديوهات صدموني انا قلت لهم اويلي تصغرت الله حتى لهاد الدرجه بنادم انا كنت نسمع الفيديوهات ولكن اليوم وراتهم لنا حفصه حتى لهاد الدرجه عليها عليها الصحفي ملي شاف داكشي وبشا قال لهم يا ودي راه كلشي غادي يتشد اللي مطلوقين غادي يتشدوا كلشي باين كي يدقدق والكلام والكلام والمعيور والمعيور اللي ما تسمعوش ما تسمعوش كون ما كانش احتراما للمتتبعين احتراما للمغاربه انا ما نقدرش نخرج بهذا الالفاظ نقول لكم داكشي شنو كيفاش الهضره تتقال هادو الناس محترمين هادو متابعينهم الناس كيتفرجوا فيهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي اللي كاين اخوتي والتنازل ما كاينش الصلح ما كاينش حنا ما شفنا حتى شي واحد جا باش يتصالح بدويه ما جاتش ما جا حتى شي واحد جاو بناتها جاو نسابهم تيشوفوا بالناس عرفتي غادي ياكلوهم فصل المحكمه غادي ياكلوهم كي دايره الصلح انا ما فهمتش هاد الصلح كي داير نتوما بالله عليكم الناس في المحكمه وهادوك في المحكمه وتيحمروا فيهم كاملين وبعدا نزيدها لكم كلهم في الفيديو شدودين كلهم كاملين حتى الراجل هذيك اللي في الحبس كلهم حتى شي واحد ما يبان مسكين حتى شي واحد ما يخرج يبكي انا عمين شت دابا حتى واحد ما يتمسكن ويخرج لعند المغاربه باش يتعاطفوا معاه كلهم دايرين داك الشيء راه ما تصوروش داك الشيء اقسم لكم بالله العلي العظيم يا داك الشيء شفتو حتى تصدموا حتى تصدموا داك الشيء غريب داك الشيء غريب اخوتي داك الشيء ما يديرو حتى شي واحد وتتغوت حفصه وهذاك خاله حبيبها كاين حتى هو قالت لنا اجيو تشوفوا اللي قالك ما كاينش شوفوا وهي تتعو راه تصوروا خا يكون بنادم قلبه حجر قلبك حجر غادي تعاطف غير ملي غادي تسمع ديك البنت كيفاش كتغوت كيفاش كتصرصر الصراخ امي زهره واش هادشي ماشي الظلم واش هادشي ما خصوش القانون يعاقب عليه هادو عاد الناس كيفاش كي داير هاد الصلح كي داير هاد السيده تجي تطلب لهم التنازل ديروا لهم هي بلا حتى شي مبادره ما شفناها دارتها مع عند خوتها عوج بها الحال وباغاهم يبقاو في الحبس باغاهم يبقاو في الحبس هادي حطوها في راسكم ما باغا هي لا صلح ولا حتى شي حاجه راه غير ملي زيروا عليها الناس بغات تخرج دير ديك الهده باش ما يهجموش عليها الناس في التعاليق وما يهجموش عليها المتتبعين باغا هادشي اخوتي ما غاديش نطول عليكم هذا الفيديو كيف ما قلت لكم ما كاينش تنازل ما كاينش صلح ما كاين حتى شي حاجه ومن هنا للفوق الله اعلم ما نحكموش على من هنا للفوق شنو غادي يكون لحد الان ما كاين حتى شي حاجه كيف ما قلت لكم الجلسه دازت سالوهم داكشي اللي غادي هذا الاخرين عاوتاني قدموهم بينهم في التلفازه ما كاين لا هادي صافي تاخرت الجلسه 26 ما يعاون الله يعاون هادشي اللي كاين وحتى الرئيس ما جاش الرئيس ما كاينش ما حضرش اللي مطالع الملف وهادشي اللي كان اخوتي ما نطولش عليكم وكنقول لا يدير شي تاويل الخير حنا ماشي ضد الصلح وماشي ضد ولكن ضد الجرائم ضد بحال هاد النوع هذا ماشي ضد الصلح ولكن ضد الجرائم شكرا لكم اعزائي شكرا احبابي شكرا يا اغلى ناس نتمنى تزيدوا تعطيونا اللايكات واللي ما مشتركش يشترك التعاليق ديالكم وشكرا لكم الناس زوينين الناس اللي عارفين وتيقولوا لا للظلم تيناشطوا تيقولوا لا للظلم غادي نحط لكم فيديو تراقبوا الفيديو الجاي اللي غادي نحطه لكم فيه شيء خطير واللي سمعتو شتو وقلت هكاك ما غاديش نشرح ما غاديش نحرك لكم المراحل ولكن غادي نشرح لكم في واحد الفيديو مزيان شنو سمعت عنها وشنو شت امام المحكمه وكنقول لك اخويا الزرواني الله ينصرك عليك داكشي كتير وبزاف
المهم الفيديو غادي نشرح لكم كل شيء شنو سمعت، وغادي نقول لكم بالتفاصيل ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم اخوتي.